السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعطي تعليمات للتطبيق الفوري لجملة من التدابير على المستوى لمنع ومحاربة تفشي فيروس كورونا خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. رئيس الجمهورية يقرر فرض حجر منزلي شامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام من 7 مساء إلى 7 صباحا بالنسبة لولاية الجزائر، ويدعو المواطنين إلى الامتثال الطوعي لهذه التدابير حماية لأرواحهم وأرواح عائلاتهم. وفي حصيلة جديدة، ارتفاع حالة الإصابة المؤكدة إلى 230 دون تسجيل حالة وفاة جديدة. ووزير الصحة يؤكد وضع بروتوكول علاج جديد لحالة الإصابة المؤكدة متوفر حاليا بالكميات الكافية. وعبر الوطن، عمليات تعقيم واسعة للشوارع والساحات العمومية لمنع تفشي الوباء. والتلفزيون الجزائري يواكب الجهود بيوم للتضامن والتحسيس.